نرجع ايوه هلا. انا والله قلت والله اني قايلها صدق والله العظيم اني داخل برنامج بزنس ماخذ ثامرخي مقدم عليهم، جاء قبول مبدئي قال تعال للمقابله الشخصيه. خذيت ثامر وديته جلسنا في بيت الشعر، كان معنا المتسابقين وكان معنا ودخل علينا ترك الدوسري وسالف الجر سالفه وحديث. قال انت مشارك؟ مشارك؟ قلت له والله ما مشارك. قال ليه؟ قلت انا جايب اخي. قال طيب لو شاركت؟ قلت والله اني ما تجهزت ولا. قال نبغاك تشارك ونبغاك اول واحد يدخل علينا في البرنامج الحين من المتسابقين كلهم. قلت اهدى والله لا جهزت شيء ولا لبست ولا ادري ويش المقابله ولا ادري ويش الاسئله، وادخل اول واحد وانقبل البرنامج، وانا والله ما لي نيه ادخل برنامج البزنس. الله يوفقك ان شاء الله. فجات يعني من حظي فالك ان شاء الله. تغيرت الحياه يعني ما بين 180 درجه. تمنيت ان يعني بعد ما طلعت ودك تواصل بهالشيء ولا تقول ليتني والله مثل قبل؟ امانه وصدقا يعني احيانا تصير في مرحله في الاعلام مرحله ندم، يقول لك والله ليتني ما شاركت. لا ما في شيء، انا الى الان ما قدمت شيء، انا ابحث للافضل. كفو الى الان انا شو ما قدمت شيء. قولوا فعلي يا بالله انا وافيه من وافيه. قولوا فعلي ابي يا ولد مدعس. عليكم زود يا ولد مدعس، قسم بالله كلمتك وافيه ومن ربع وافيين، وعسى الله يقدرنا على رد الجميع. طيب احنا عرفنا الحين فيصل كيف تجربتك في البزنس، انا بيسال فهد كيف تجربتك في كاريزما؟ كيف قدمت؟ كيف جت الفكره؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ انت كويس؟ انت دخلت ما كنت تدري بتشارك صح؟ اخوك انا دخلت شماغي هنا سيد على اللجنه، والله لا قلت لا شيء ولا شيء، ضحكت. لا لا اقصد انك قدمت قبل المراحل الاوليه. وجه شبه ما في. انت غبي، انت ما تشبهني ولا اشبهك انا. لا هذا انا السالفه اللي قال هذا ما تشبه السالفه ذي. لا هو دخل ايش؟ البرنامج جايب اخوه. جايب اخي. اخي انا اخي. ايوه سرقها من الكرتون. يقول الواحد راح حبيت حبيت حكاه، انا حبيت الشخص. ما حد يجيب العقل يلاق الا ذا الشخص. شنو ولا في احد خذ قلبي الا ذا الشخص. يا لبيها قلبي. كمل لبيها قلبي متعوبة. يا فيصل فديت قلبك انا الرقيق. كيف المقلقل يا قلبي؟ انا طالبك ما عاد تكمل لانك اذا كملت بتجي مدح. والله خلها على المبرس شاي. يلا ايوه تمام. اسامي فهود والله شوف انا الحاحل البرنامج انا اتكلم يعني شفت جاتك جاك خبر انه في برنامج كاريزما مثلا قدمت ارسلت فيديو تقريبا ولا ما ارسلت؟ الا ارسلت. حلو الله وكيلك. انا اقصد هذه اللحظات كيف جات الفكره لفهد انه يقدم في برنامج خصيصا كاريزما يعني؟ الفكره يا طويل العمر والسلامه انا قد قلتها قبل اول دخول البرنامج كان من الوالده نفسها، كنا على وجبه غداء وشفنا الله يخليها لك يا رب العالمين ويطول عمرها، وشفنا زياد وكان معها الاستاذ الاعلامي ناصر الغامدي. حلو. كانوا يتكلمون عن برنامج كاريزما، قالت الوالده سجل. يا سلام. قالت لي الساعة 4 العصر شلون طيب؟ اي والله وسجلت المقطع ارسلته لمحمد عيسى. حتى التسجيل تدري وش هو؟ وشغلت شيله لعبت قلت معكم فهد مطيري من سكان الرياض بس. وجاني قبول اللهم لك الحمد. سجلنا في البرنامج وانقبلنا. وجيتوا في اللجنة تقريبا كان ذاك الوقت في برنامج الفرصة. الفرصة. وكان أو البصمة. فارس السيد فارس و كله علي كلثمي الشباب. علي حلو. اي. الرؤية الشلة كلهم. العبيد نفس السؤال، كيف جات تجربة السوق؟ السوق في واحد من اخويانا الله يذكره بالخير بدر الحافي، انا ما اعرف البرامج الواقعية هذه ولا. كلمني قال ترى اني اعطيت رقمك وسنابك الادارة. كان في واحد الله يستر عليه تابعني بعد ايام ودق علي. قال احنا نحتاجك برنامج واقعي. كم الواقع؟ قالوا 3 شهور. جهزت وضعي على 3 شهور ما راح اطلع. وانسحبت؟ لا دقيقه. لا تسبق الاحداث ان تجيك الطاوله بين فيها. دقيقه. احنا كفايه تهكم من اليوم علينا، خلنا ناخذ راحتنا الله يرحم والديك، كبتنا كل دقيقتين تفصل علينا، كيف كذا يا؟ يا الله يسلمك. جينا. يوم جينا ابو هشام الحارس طلع طباخ عبيد يعني كل سنة يوم جينا يا اخي خليني ارجع الله يرحم والديك. لا تقرص الله يقرص وجهك.
يوم جينا يوم جينا السالفه تجي الساعه في ذمك انطق يوم جينا يوم جينا ابو علي علي داخل عليك من ولدك الصغير هذا شغلني الله يشغل بليسه ابي دق عليك ابي ابي اتصال في اتصال ابي اتصل عليك مرحبا الو في اتصال عندنا جاء اثنين طعميه بالله لا حبيبي انت مش داخل المطعم لا 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 غباشي يعرف ارحب تفضل الان معك رجل الرجال جاء الان ارحب ارحب يا هلا والله وش ما في احد خلاص هذه الكاميرا الخفيه حبيبي نعم عايزنا نزيع ولا ما نزيع يلا تفضل خذ الاتصال عبيد معك اتصال مرحبا الو سلطان سلطان معك سلطان معك سلطان من كلم سلطان معك سلطان يا اخي كيف كذا يا ولد انقطع الاتصال انقطع الاتصال غباشي والله ما تذوق الطعميه جايب لك طعميه صبه بس ما راح تذوقها هذه الكاميرا الخفيه الثانيه نبيع ولا نبيع زيع يا عمي يا عمي زيع اسلم حلو ضبطت نفسك ثلاث شهور ضبطت كان عندي شغل يوم السبت كان حضر والسبت واجي جيت الوضع جينا ولا ما جينا جينا ولا ما جيت جينا يلا حلو على انا برد تعرفون شمله قسم بالله ريجي لي ايديني ما اقدر اردها يا اخي تكفى ارحم والدينك الله يهدي بالك يوتب بسرعه يا ولد كان قتلت المتعه الله يقتل وجهك يا اخي خليني اهرج استغفر الله خليني اهرج يا اخوي يعني طيب اهرج احنا مسكين متى تطلع من حياتي الله يرحم والدينك جينا يوم جيتوا انا الغلطه الله يعييكم جيت انا وما ادري من لا زال اذكرها اللي يعرف يعلمني نسيت ناسيت سحبوا الجوال المغرب الله يذكرك بالخير يا ريان كانك تسمعني وسامحك الدنيا واخره متى دخلت دق على راس الغامدي في الاستراحه الغامدي ضربت له تويس اكل التويس وجاء الساعه كم جاني؟ جاني 11 ونص يديني ما اقدر اردها ورا كذا ما اقدر الان مع الشاعر عبيد فارس دخلت بدخل المجلس دخلت المطبخ هنا بدايه الحكايه عادم اول ما دخلنا يتابعنا 150 ألف 150 ألف وش 150 شخص في هذا وين؟ في السوق إيه في اليوتيوب غزك الله اي بعد شهر من السوق ما شاء الله تبارك الله كنت اطلع مستشفى اواجه لي ناس يعرفونا قلت الحمد لله نحن معكم نحن نعيش ونعيش بدونكم نعيش ونعيش بدونكم طبعا ايام ما تنسى يوم جيت ابتلش في القبله ايام ما تنسى والله ايام قسم بالله عاد توفقنا في نسخه ما شاء الله تبارك الله بعدين شاركت في البصمه وتشرفت انك احد المقدمين البصمه لا تضحك الله تقتل المتعه الله يقتل حطها على الكليب يا يا منكم منكم كلنا منك كلنا منك انت دخلنا بعدين وين؟ دخلنا السوق بصمة البصمة رجعنا للسوق السوق البصمة وتشرفت انك احد المقدمين اللي كاد كل يوم يخصم علي يبغاني اخسر وانتصر يا الله انتصر على الحق هذا كله ابي خصم ليه؟ كل يوم تخصم اساطير خصم 1000 اساطير 500 اساطير اساطير اخر شيء الاول اساطير يظهر الحق اخر شيء اي كنت انا ابي فريق الاساطير يفوزون تبقى فريق العطاء لا لا حق بس لا حياة لمن تنادي شوف دائما لا حياة لمن تنادي بس فاز بس خلنا نقولها يلا الله الله اساطير الله الله اساطير الله الله انطقها اساطير يا بالضبط اساطير 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 احسبها بساطير الله لا يكرمك يا عم الله يقتلك اساطير حبيبي اساطير الله يقرعك يا طيب حلو عرفنا التجربة شو خلصت التجربة؟ لا ما باقي ما باقي ما خلصنا تجربته باقي جاء صيف الواقع جيت مذيع وانتشر المقطع هذا جاب فينا العيد حق الممثل هذا هي علومكم كمل رخص الجدحان اليماني ما فيه حق المطبخ رخص الجدحان انت وياه لانك حرام تجلسون معنا ازلم كان عندنا ثلاثة سبك عرفت؟ الثلاثة سبك هذولي حرام ناخذ معهم لك يا عبد الرحمن لأنهم قتلوا اللقاء وشوف وين جو
انتهت القصة وبعدها قابلتك أخي الكريم، شكرا لك. يا رسلانك واتساب بزيد لك.